المحرك البحريني. على طول استلام كرة، على طول تعود، هذه التأمين من خلال وجود أحمد حجازي وحمود علاء قلبي الدفاع. تغيير بس طرفين الملعب النهاردة، أيمن أشرف ومحمد هاني مكان أحمد فتحي ومكان عبد الله جمعة، وأيضا الدفع من أحمد سيد زيزو من البداية مكان حسين الشحات. المنتخب المصري كان أخطر كرة على منتخبنا، كانت في أول لحظات المباراة كرة بالعرض لمست في قدم طارق حامد، راحت في زاوية صعبة. محمد الشناوي يعني جبني، محمد الشناوي ما شاء الله عليه مركز وحاضر وبقوة وبيقدم أداء متميز جدا، استمرار لما قدمه مع المنتخب في كأس العالم أمام أوروغواي وأمام روسيا، وايضا في امم افريقيا في لقاءات زيمبابوي والكونغو واوغندا، وحتى في مباراه جنوب افريقيا كان هو افضل لاعب منتخبنا الوطني محمد الشناوي في طبعا تلك الفتره. معاه طبعا محمد عواد ومحمد بسام، في البدلاء عندنا النني ورامي ربيعه وحسين الشحات وباهر المحمدي واحمد فتحي وحسام حسن وكريم طارق ومروان حمدي وعبد الله جمعة، محمود وحيد للقائمة الموجودة مع الجهاز الفني للمنتخب المصري. فوتها خطرة جدا، حجازي خطير، إبراهيم مادي لكن يعني في اللقطة الماضية فرصة كبيرة جدا كانت لمنتخب جزر القمر، وكانت الخطأ الكبير من أحمد حجازي. خلي بالك من اللاعبين النهاردة بيراهن عليه بيدفع بيه من بداية المباراة، يمكن ده التعديل الوحيد. يعني كان موجود اللاعب نور الدين بوروا اللي كان موجود في المباراه الماضيه لاعب اوسير، النهارده اعتقد ابراهيم مادي هو رقم 11 لمادي، لان حتى الان قائمه المباراه لم تصل الينا، القائمه الموجوده عندنا كانت القائمه اللي الحقيقه كانت في مباراه توجو الماضيه. سلام على طول امامنا، التحرك والزياده مكمل امامنا اهو، لاعب سليماني خطير، سليماني حاولوا ياخدوا ثقة، شوف الكرة بتاعت أحمد حجازي والخطأ من أحمد حجازي والفرصة بتاعت إبراهيم مادي كانت خطيرة جدا على مرمى المنتخب المصري، وبدأوا يدخلوا في أجواء اللقاء. بدأ يدخل منتخب جزر القمر أو جزر القمر يعني بالعامية بتاعتنا احنا، يعني بعد يقول لك يعني هي كومورس، هي بالفرنساوي كومورس، وعشان كده هي يقول لك القمريين. يعني هو حتى الرئيس القمري كما تكتب وكما تنطق، لانها دوله عربيه، وفي جرائد على فكره باللغه العربيه واللغه الفرنسيه موجودين، واغلبهم اتعلموا في الازهر في مصر. تصدي ممتاز الحقيقه من محمد الشناوي لفرصه مادي في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 18، وفاول على طارق حامد، وكره ثابته هيلعبها امامنا فايز سليماني، كرات العاليه لكن على طول يغطي محمد هاني، ترجع مره ثانيه ابراهيم مادي. واضح كده من الاداء الموجود عندهم لاعبين صراع في التعادل في الدقيقه 89، اجواء وحضور جماهيري كبير، وامامنا هنا الجمهور اللي بيساند وبيشجع، والتواجد الرسمي بوجود رئيس جزر القمر عثمان غزالي، ووجود ايضا سفير مصر في تنزانيا زي ما قلنا وهو محمد ابو الوفا، انتقل طبعا الى جزر القمر لان في بعض الدول ما فيهاش تمثيل دبلوماسي، بيبقى اقرب دوله هي بتبقى بتشمل عده دول، يعني كتنزانيا هي النقطه اللي فيها يعني السفاره المصريه او الخدمات القنصليه حتى الموجوده في افريقيا وبالتحديد في جزر القمر. ادي امامنا هنا رمي التماس، عبد الله علي محمد المدافع اللي عمل تغطية ممتازة في اللقطة اللي كانت خطيرة. بدأ ربع ساعة الأولى منتخبنا كان يلعب بشكل أفضل، الكرة في العارضة بتاعت كهربا بعد ما اداها
تريزيجيه وحطها قنبله الحقيقه في العارضه وارتدت، وبعد كده التحم مع المدافع قاسم مدهوبة وخد انذار في لعبه خطره، وبعد كده شفنا الركله الحره الغير مباشره داخل منطقه الجزاء لم تثمر بشكل جيد، تريزيجيه سددها في الحائط البشري اللي كان قريب قوي، وبعد كده شفنا راسيه أفشة في الدقيقه 14، وبدا يدخل بقى منتخب جزر القمر في اللقاء من خلال يعني الاداء اللي قدموه في هذه المباراة حتى هذه اللحظة. أمامنا على طول الكرات العالية، لكن تعامل ممتاز حتى هذه اللحظة، تعامل بشكل جيد قوي من جانب لاعبي المنتخب في الكرات العالية محمد هاني، محمود علاء، أحمد حجازي، لكن منتخب جزر القمر من الفرق اللي بتروح وتخترق، يعني من الفرق اللي بتجيد الاختراق، لأن عندهم مهارات سواء في الفردو او في طرفين بكاري وسليماني، واللاعب النهارده اللي بيدفع فيه بمباراه اليوم وهو اللاعب ابراهيم مادي امامنا هنا اللي بيحمل رقم 11، ده اللي بيبدا مباراه اليوم. استلام على طول وتحركات من رقم 10 اللاعب يوسف ماتشنجاما، ماتشنجاما الى بكاري، هنا التدخل لكن على طول برافو برافو قوي عمرو السولية، عمرو السولية امامنا النهارده هو قائد المنتخب المصري بيحمل شارة الكابتن، ادي بيحمل الشارة، بيحمل الكثير من الطموحات، واكيد النهارده فريق بيحاول فريق المصري في مواجهة امير عبده ومنتخب جزر القمر. قال لك امير عبده لا نخشى المنتخب الروسي تقديم أفضل بلدينا، نتحلى بالثقة والروح القتالية. السفير المصري محمد جابر أبو الوفا. أدي أمامنا هنا التدخل. في اللقطة الماضية المطالبة بخطأ. لكن المباراة كما نتابع يعني حتى هذه اللحظة مباراة تجد فيها المنتخب المصري كان ليه أفضلية في البداية، لكن لم يستغل الارتباك اللي عليه والضغط اللي موجود على لاعبي منتخب جزر القمر، طبعا الملقبين بالسيليكانتس، يعني هي احد الاسماك الصغيره، اسماك الصغيره. ادي تدخل قوي قوي في اللقطه الماضيه مع طارق حامد، طارق حامد ودخول قوي قوي من اللاعب يوسف. امامنا هو ماتشنجاما بيلعب في جانجون، امامنا هو اللاعب اللي بيحمل رقم 10، ادي يوسف ماتشنجاما واحد من عناصر الخبره، متوسط اعمارهم 27 عام تقريبا او 3 شهور، واللاعب رقم 6 وهو نجيم عبده هو اللاعب اللي اكبرهم سنا يعني 35 عام، مولود في فرنسا يعني اكثر من لاعب مولودين في فرنسا، كثير من اللاعبين مولودين في فرنسا، ومثلا بكاري 22 مولود في بلجيكا. ادي امامنا هنا التعليمات كابتن حسام البدري، خبرته الكبيره في العمل سواء كمدير كره في النادي الاهلي او كمدرب مع النادي الاهلي، مع المريخ السوداني، مع نادي امبي، مع الاهلي طرابلس الليبي، مع منتخب الاولمبي في ولاياته، مع النادي الاهلي في 3 مناسبات، ياتي في مرحله خلفا لخافيير اجيري ومنتخب كان بلا هويه مع خافيير اجيري بعد هيكتور كوفر، كان خافيير اجيري بلا هويه هذا المنتخب طبعا، وان كان هناك أمل في منتخب جديد إن شاء الله، نتمنى التوفيق لمنتخبنا الأولمبي وأيضا المنتخب الشباب كابتن ربيع ياسين، أعتقد عندهم دورة شمال إفريقيا تنطلق يوم 23 من هذا الشهر، والمنتخب الأولمبي بعناصره اللي ممكن تكون في المنتخب الأول، لكن إن شاء الله يركزوا ويكونوا على قدر المسؤولية مع القياده الفنيه للكابتن شوقي غريب. استؤنف اللعبه مره ثانيه، ادي على طول لاعب شاكر الحضير، ادي استحواذ 49 51